عاوز أعمل قناة على اليوتيوب بس مش عارف أسميها إيه. هنا أنا هلجأ لماما وأكلمها وأسألها وأقول لها يا ماما لو عملت قناة على اليوتيوب أسميها إيه؟ ألو، إزيك يا ماما؟ عاملة إيه؟ عايز أعمل قناة على اليوتيوب بس مش عارف أسميها إيه. ده أنا لسه ما كملتش كلمة قفلت في وشي. طيب هشوف أخويا أبو حميد. بوب حبيبي يا بوب، عامل ايه اخبارك؟ عايز اعمل قناة على اليوتيوب ومش عارف اسميها ايه. اكلمك كمان شوية عشان مشغول؟ اوكي ماشي، سلام. اخويا برضو مشغول. عايز اقول لحضرتك بقى، انا هعرفك موقع مش محتاج اطلاقا لا مامتك تقفل السكة في وشك ولا اخوك يقولك انا مشغول مع آسر ومان. كل اللي عليك تعمله انك هتدردش معاه، هتقول له السلام عليكم وعليكم السلام، انا عايز افتح قناة على اليوتيوب، اديني افكار. والموقع اللي قدامك اللي موجود اسمه boe.com، هسيبه لحضرتك في التعليق المثبت. انصح حضرتك وانت داخل على الموقع تدخل بالجيميل، الجيميل، واعمل جوين بالجيميل وادخل بالجيميل. عايز اقول لحضرتك في بعض الاحيان قبل ما استخدم اي حاجة اهو بيكون في تهنيجة أو تعليقة في بعض من مواقع الذكاء الاصطناعي ككاملة طالما هي مجانية، والموقع ده انت ما بتدفعش فلوس. الفكرة كالآتي، اننا بنتكلم، بدل ما اروح اكلم ماما هكلم الذكاء الاصطناعي، بدل ما اروح اكلم احمد اخويا لا انا هكلم الذكاء الاصطناعي ونحلها مع بعض. السلام عليكم. اهو السلام عليكم يا صديقي، هيقول لي ايه؟ وعليكم السلام، كيف يمكنني مساعدتك؟ ما قفلتش سكه في وشي. انا عايز افتح قناه على اليوتيوب، او اريد افتح قناه على اليوتيوب وبفكر في اسم مختلف شويه، هل عندك افكار؟ قال لك اختيار اسم يعبر عن محتوى القناه، بيديك نصايح ماشي، وبيقول لحضرتك بعض الاخطاء اللي لازم تتجنبها اللي هشرحها لك الفيديو اللي جاي وانت بتعمل اسم قناه على اليوتيوب. ولكن هو بيديك عناوين زي استخدام الكلمة الرئيسية، الاستعانة بالجمهور، الاستعانة بأدوات الانترنت زي نتفليكس بغض النظر. بس انا عايز اقول له حاجة مهمة. طيب انا عاوز اسم مقترح منك، ممكن انت اقترح علي اسماء، يسعدني مساعدتك في اختيار اسم لقناتك تزويدي ببعض المعلومات، المحتوى والجمهور. انا عاوز طبخ ومهتم بالستات البيت. اوكي، هو ما اعرفش اسمها نساء ولا ستات البيت. اذا كان محتواك طبخ والساده في الستات هيبدا يقول لك ايه؟ مطبخ المنزل، ادي اسم، طبخات خفيفه، ادي اتنين ماشي، تلاته طبخات مع رانيا، مين رانيا؟ ما نعرفش. هيبدا يجيب لك بعض الاسماء، هتبدأ تقول له لا هذه الأسماء تقليدية. أهي الأسماء تقليدية، أنا عاوز أسماء غير تقليدية. وتبدأ تعمل بعد لما يخلص قول له ده كله طبعا طبخات بيت، الحاجات دي أكيد موجودة على الإنترنت لأن هرجح لك الفيديو اللي جاي إزاي تاخد بالك في اختيار اسم قناتك. لا أنا عاوز أسماء غير تقليدية. هيبدأ يجيب لك أسماء غير تقليدية، مطبخ المبدعات وغيره وغيره. لو أنا لقيت إن الشخص ده أو البوت ده مش عارف يساعدني في اختيار طبخة وفن ومطبخ المبدعات ومطبخي وإبداعي، حسيت الحاجات دي سمعتها قبل كده، هروح رايح لشات جي بي تي التاني. أنا عاوز أفتح قناة طبخ وعاوز أفضل 20 اسم للقناة، الطبخ. طيب هذه المعلومات بعض الافكار الاسم، بص، مطبخي، نكهه المنزل، طعم البيوت، سر خبيره الطبخ، طبخات مع لمسه شخصيه، شيف العائله، طبخات الجده، مطبخ الام. طيب لو انا يا عم يوسف كفايه بقى طبخ وارحمنا من الطبخ بقى، احنا مش عايزين طبخ، انا عايز جيمنج. هروح جاي قايل له لو سمحت اديني 20 اسم لقناه جيمنج قناة ألعاب. أوكي؟
هيبدأ يديني أفكار. جيمنج بلا حدود، عالم الألعاب، محترف الألعاب، جيمز العرب. طيب وانت بتختار اسم من دول لازم تراعي بعض من الأمور اللي هشرحها لك الفيديو اللي جاي، وانت بتختار الاسم علشان ما تقعش في اي مشكلة من اللي يقع بها غيرك. اختار اسم وهقول لحضرتك ازاي تعمل عليه اختبار قبل حتى ما تحطه في قناتك. انا شرحت لك الفيديو اللي فات حاجة عبارة عن لوجو القناة، ازاي تختار لوجو القناة وازاي تجيب لوجو لقناتك، وتقريبا ده من الصفر، وهنا ازاي تختار اسم لقناتك وبرضه من الصفر. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون ايه هي علامات نجاح اسم قناتك واختيارك في اسم قناتك. مش بس كده، ده احنا كمان هنتعلم مع بعض ازاي نفتح الجيميل، وازاي نعمل قناة، وازاي نعمل قناة بشكل احترافي علشان ننجح في اعداداتها واختيار جمهورها واختيار الجمهور المستهدف، وكل حاجة بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى اليوتيوب اللي بدأ يشرح لك كيفية اختيار اسم لقناتك بالذكاء الاصطناعي. شكرا.